السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم دائما وأبدا في موقعكم بيسوب. حتى هذه اللحظة نكون قد خطونا مرحلة لا بأس بها في مسارنا نحو البناء الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، والذي يرتكز على محاور رئيسية لأي بناء مؤسسي يطمح للتميز وتحقيق تطلعات سواء كانت مادية أو معنوية. وقد حددنا المحاور في الطموح، العمليات الأساسية، الإبداع والابتكار، والتميز المستدام. وكانت انطلاقتنا مع شرح وتفصيل محور الطموح هو الطريق الذي نحقق به رؤية المؤسسة، وشرحنا أن مشوار الطموح يتكون من 4 مراحل: التفكير الاستراتيجي والتخطيط الاستراتيجي، الخطة الاستراتيجية، ثم الإدارة الاستراتيجية. وقد أوضحنا أن الفكر الاستراتيجي يوضح في المؤسسة الإجابات على التساؤلات الاستراتيجية من قبيل: ما هي هويتنا؟ ما هي مهمتنا؟ وما هو منهجنا؟ وأن دور التخطيط الاستراتيجي هو تحديد الرؤية المستقبلية والرسالة التي ستؤديها المؤسسة، والمراحل الاستراتيجية اللازمة للوصول إلى الغايات والأهداف الاستراتيجية ذات المدى البعيد والقريب أو المتوسط. والتخطيط الاستراتيجي له نماذج متعددة، لكن كلها تؤدي إلى نفس الغاية أو لنفس الغرض. ويبقى لكل مؤسسة أسلوبها الخاص حسب الكفاءات والمهارات البشرية المتوفرة والمخزون المعرفي الذي كونته المؤسسة. وقد تتم المساعدة بجهة استشارية متخصصة في المجال أو بأشخاص متخصصون ذوي خبرة. أما عن الخطة الاستراتيجية فهو المنتج الذي تثمره عملية التخطيط الاستراتيجي، وفي الخطة يتم تحديد الأهداف التفصيلية لكل مرحلة و الوسائل التفصيلية لكل هدف، والسياسات الحاكمة والضابطة، والإجراءات اللازمة للتنفيذ، والجهات المعنية بالمتابعة، ووضع الإطار الزمني اللازم والمحدد للتنفيذ. ومن ذلك تنبثق مجموعة من البرامج والمشروعات والعمليات التنفيذية المحددة. وأخيرا الإدارة الاستراتيجية، والتي بدونها لا يمكن أن تتحقق الخطط مهما كان الفكر راقيا، ومهما كان التخطيط متقنا، ومهما كانت الخطة محكمة. فالإدارة الاستراتيجية هي التي تمتلك عقلا استراتيجيا يعي الحاضر والماضي والمستقبل، يستلهم دروس وتجارب الماضي، ويستوعب ظروف ومتغيرات الواقع، ويستبصر آفاق المستقبل الرحبة. حيث أن الإدارة الاستراتيجية هي التي تنقل المؤسسة من مرحلة إلى أخرى وتحقق النتائج والأهداف، من المفترض بفاعلية عالية وبأقل خسائر وجهد وتكاليف. وتستخدم الإدارة الاستراتيجية الموارد البشرية والمادية والفنية والمعرفية المتاحة بأمثل ما يمكن، وهي التي تضع شبكة من النظم واللوائح الدقيقة لإدارة الأعمال. وقد قضينا وقتا لا بأس به في التفكير الاستراتيجي، ووضحنا قواعده ومبادئه، وشرحنا بعض الأساليب التي تستعمل في التفكير من قبيل القبعات الستة: العصف الذهني، الخريطة الذهنية، التفكير خارج الصندوق، التفكير المنطقي. وسنأتي على أساليب أخرى كلما استدعت الحاجة إن شاء الله. وقد حددنا أن مخرجات التفكير الاستراتيجي هي التي تعتبر من مدخلات أساسية للتخطيط الاستراتيجي،
ونتمنى أن تتم العودة إلى فيديوهات التفكير الاستراتيجي لمن يرى ذلك في ذلك داعم أو من لم يحضرها ويريد الاطلاع عليها. ثم شرحنا أسس ومراحل التخطيط الاستراتيجي وحددنا النموذج الذي سنتبعه في شرح مرحلة التخطيط الاستراتيجي، وقد تم الاتفاق على أنه سيكون من 9 مراحل سنشرح كل منها على حدة إن شاء الله. لكن هنا سؤال قد يكون انتبه له البعض أو الجميع، سبق وأن شرحنا أن هناك استراتيجية عليا واستراتيجية تكتيكية وأخرى تنفيذية، فهل التخطيط الاستراتيجي الذي سنقوم به سينتج عنه جميع هذه الاستراتيجيات؟ الجواب نعم، لكن سيتم ذلك على مراحل لأن لكل مستوى إداري في المؤسسة دور في التخطيط والتنفيذ، لكن مع اختلاف الاختصاصات والمسؤوليات وحسب الهيكل التنظيمي لكل مؤسسة. وعلى كل حال كيفما كانت المؤسسة فدائما هناك مستويات، حتى لو كان النهج يعمل بخلاف ذلك بعمل فرقي، فدائما هناك من يحدد الاتجاه ومن يشارك في رسم التكتيكات ومن يقوم بالإجراءات التنفيذية. وقد يعتقد البعض أن ذلك غير موجود في مؤسساته أو شركته أو منظمته، أو أنه قد تم إلغاء هذه المستويات أو أحد المستويات. فقط للعلم أنه لم يتم إلغاؤها، بل أنه تم دمج الأعمال وزادت المسؤوليات عند طرف دون الآخر. غالبا وما نجده هو أن الإدارة العليا تكون مدمجة مع الإدارة الوسطى في بعض الشركات أو المؤسسات أو المنظمات أو غيره، كأن يقوم أصحاب العمل بهذه الأدوار بتشارك، وهنا يبدأ الخلط في مفاهيم بعض المسميات، يعني مسميات أو تسميات مختلفة، خلط بين صاحب العمل ورائد الأعمال، صاحب العمل البيزنس أونر كما نقول، ورائد الأعمال يعني الأنتربرنور، أو رجل الأعمال البيزنس مان، سيلف امبلويد موظفين عند أنفسهم. وهذا موضوع يحتاج منا صراحة لفيديو خاص صراحة انتبهنا له الآن، وسنضعه في الحسبان في أقرب وقت إن شاء الله، وكذلك سنوضح خلال هذا الفيديو الفرق بين القيادي والإداري وأنماط القيادة، وسنستهدف الأمور الحديثة والمعاصرة كما جرت العادة. نعود أدراجنا، وقد قلنا هناك استراتيجية عليا واستراتيجية تكتيكية وأخرى تنفيذية، ونؤكد على أن التخطيط الاستراتيجي يهتم بوضع جميع هذه الاستراتيجيات، ولكن مع بعض الاختلافات الجوهرية حسب المستويات بالطبع. فعلى مستوى المؤسسة ككل يتم تحديد استراتيجية عليا أو كبرى أو أي كان من المسميات، وقد ذكرنا ذلك سابقا. ثم على المستوى الوحدات التنظيمية أو خطوط العمل أو الإنتاج يتم وضع استراتيجية تكتيكية، وعلى مستوى الوظائف الإجرائية يتم وضع استراتيجية تنفيذية. الاختلاف يكون ذا علاقة بالغاليات والأولويات والأعمال الداخلية والأعمال الخارجية والمؤشرات والمدة الزمنية. فعلى مستوى المؤسسة أو الإدارة العليا تكون الغاية تطبيق رسالة المؤسسة من خلال وضع أولويات استراتيجية للأعمال. أما على مستوى الوحدات التكتيكية تكون تشكيل هذه الأولويات التي تم وضعها من قبل المؤسسة أو الاستراتيجية العليا، تشكيل هذه الأولويات إلى خطط عمل تشرف على تحقيقها. أما على المستوى الوظيفي فيتم تحويل هذه الخطط إلى عمليات تنفيذية. بالنسبة للأولويات، فالمستوى الأول يقوم بتحديد المجال المستقبلي للأعمال، سواء بالتوسع أو الدفاع عن التموضع الحالي أو غيره،
والمستوى الثاني يقوم بتحديد مدى فعالية التغيير المطلوب بالطبع. ما إدراك قوة التنافسية والنمو؟ أما المستوى الثالث فدوره يكون في تحديد الجداول الزمنية وجداول الأعمال للتنفيذ. بالنسبة للأعمال الداخلية، فالمستوى الأول يكون عليه مراجعة الأعمال و تأكد من مدى توافقها مع التوجهات بالطبع نحو الرسالة والرؤية. المستوى الثاني تكون مهمته تعزيز الميزة التنافسية لكل وحدة تنظيمية وضمان التنسيق فيما بينها. أما المستوى الثالث فدوره إدارة العمليات والتعامل مع التحديات. بالنسبة للأعمال الخارجية، فالمستوى الأول يكون دوره في متابعة البيئة الخارجية ومدى تأثيرها. أما المستوى التكتيكي فيكون عليه التركيز على مستوى المنتجات والخدمات حسب التطلعات في السوق الخارجي بالطبع. أما على المستوى التنفيذي فعليه أن يتوقع التغيرات المحتملة بشأن الاستراتيجيات والمنتجات أو الخدمات، لأنهم في الواجهة الأكثر على أرض الميدان وأكثر مواجهة للعالم الخارجي. بالنسبة للمدة الزمنية، وهنا يكون اختلاف. فالمستوى الأول تكون 3 سنوات فيما فوق حسب طبيعة المؤسسة والمتغيرات المحيطة والتحديات وحسب مدى تحديد سقف الاستشراف عند هذه المستأسسة. أما المستوى التكتيكي فتكون مدة زمنية حوالي سنة لهذه الاستراتيجية أكثر أو أقل بقليل. أما عن المستوى التنفيذي فأكيد أقل من سنة، وقد ترتبط المدة الزمنية مع الموازنات المالية الدورية سواء كانت سنوية أو غيرها. أما عن مؤشرات القياس فالاختلاف يكون أن على الاستراتيجية العليا تكون المؤشرات مرنة وتحدد الخيار الاستراتيجي، أما في المستوى التكتيكي فيجب أن تكون محددة وتقيس الفجوات. في المستوى الإجرائي تكون تفصيلية حسب الفاعلية والإنتاجية. هنا نكون قد أكدنا أن المستويات مرتبطة، وعلى التخطيط الاستراتيجي الاهتمام بوضع الاستراتيجيات لكل المستويات الإدارية، وحتى إن لم تكن هناك مستويات إدارية فلتكون هناك مستويات في الاستراتيجيات على المدى البعيد والمتوسط والقريب وبنفس العلاقة التي وضحناها هنا. وقبل أن ننطلق في عملية التخطيط الاستراتيجي نسأل هنا، ما هي خاصيات هذه العملية؟ هل لها خاصيات محددة؟ فلا يعقل أن نقول أو نقوم بعملية دون معرفة الوقت الزمني المحدد لها. وهذه تكون أول خاصية لعملية التخطيط الاستراتيجي، أن يكون ضمن إطار زمني معلوم. ثم الخاصية الثانية أن ينتج عن هذه العملية منتج فريد مختلف عن غيره، وإلا فلن تكون عملية ابتكارية إبداعية وتتحول إلى عملية نمطية لا تحتاج منا كل هذا الجهد، وقد تكتفي بوضع معايير ومؤشرات وبعض الضوابط مع تحديد الموارد اللازمة. الخاصية الثالثة هي أن عملية التخطيط، ومادام قلنا أنها ضمن إطار زمني محدد فهي تنتهي مع تحقيق الأهداف الموضوعة، وكذلك يجب أن تتماشى مع توقعات أصحاب المصلحة، وإلا فلن يكون هناك توجه ومستهدفات. وأخيرا وكما ذكرنا سابقا، فمخرج التخطيط الاستراتيجي هو خطة استراتيجية واضحة المعالم،
وبالنظر إلى هذه الخاصيات نجدها توافق خاصيات إدارة المشاريع. وعليه نقول أن عملية التخطيط الاستراتيجي هي مشروع في حد ذاته، له بداية ونهاية ونطاق وتكلفة، ويعتمد في تنفيذه على مراحل 5 كما هو معلوم: الإعداد، التخطيط، التنفيذ، الرقابة والتحكم، ثم الإغلاق. ومشروع التخطيط الاستراتيجي، هناك من المؤسسات من تسنده أو تسند مهامه لجهة استشارية، وإن كان لديها عناصر لهم دراية بالمجال أو لديها وحدة تنظيمية خاصة بالتخطيط الاستراتيجي، فهي تقوم باستحداث أو تشكيل فريق عمل للقيام بهذه العملية. وبالنسبة لتشكيل فريق عمل، فقد سبق وأن شرحنا آليات القيام بذلك من خلال تسخير أسلوب ماجيك تيم وورك، وهو أسلوب متميز يهتم بجميع النواحي لضمان فاعلية وتكامل الفريق. وما إن يتشكل الفريق، يكون من أول المهام التي يجب القيام بها هو إعداد قرار تشكيل وميثاق المشروع، بحيث يوضح مسؤولية الفريق وصلاحياته وآلية مساءلته إن لم يقم بالواجب كما هو مطلوب بالطبع. وبالنسبة لإلقاء المسؤولية، يجب أن يكون ذلك مصحوبا بقبول والتزام ووفاء من قبل جميع الأعضاء، وعن الصلاحيات تكون في كل ما يحتاجه الفريق ويمكنه الحصول عليه أو توفيره دون الرجوع إلى جهة عليا لضمان السرعة في الإنجاز والحرية في اتخاذ قرارات. بالطبع هناك مراقبة من خلال مراقبة أو متابعة المؤشرات الموضوعة للفريق. أما عن المساءلة، فهذا موضوع ضروري، وخاصة إن كان الفريق من جهة خارجية أو يتم الاستعانة ضمن الفريق بأعضاء من ذوي الاختصاص من جهة خارجية. وهنا سنستوضح أو سنوضح نموذج لميثاق مشروع، مع العلم أن هناك نماذج مختلفة قد تكون من حيث التنسيق، إلا أن جميعها يجب أن تتوفر فيه البنود الأساسية التي سنشير إليها الآن. بالنسبة لميثاق المشروع، فبالطبع كبداية يجب توفير معلومات عن المشروع، اسم المشروع، وصف المشروع. بالنسبة لنا هنا تخطيط استراتيجي، راعي المشروع، من هو راعي المشروع، الوحدة التنظيمية المكلفة، هل هي وحدة ضمن المؤسسة كوحدة تخطيط استراتيجي أم غير ذلك من جهة خارجية كما قلنا، ويجب تحديد مدير المشروع. أما عن فريق المشروع، فقد شرحنا كيف يتم تحديد المشروع، ويجب أن يكون هناك بريد وهاتف بالطبع لكل عضو فريق للتواصل، وأكيد هناك عضو فريق مقرر. أصلاب المصلحة، أصلاب المصلحة يجب تحديدهم بعناية لكل مشروع، فهم كل شخص أو جهة تؤثر في المشروع، وكل شخص أو جهة يؤثر فيه المشروع مهما كان، فيجب الاهتمام بهذه النقطة بعناية. أما عن الغرض المشروع، فهو تبرير المشروع، لماذا نقوم بالمشروع. بالنسبة لنا هنا التخطيط الاستراتيجي هو التخطيط لاستحداث مؤسسة أو استحداث خط إنتاج معين، أو لتحديد الخطة الاستراتيجية سنويا. بالنسبة لأهداف المشروع، فهو ماذا سيحقق هذا المشروع، ما هي الأهداف، نسطر كم هدف هنا لهذا المشروع، وما هي الإنجازات المتوقعة. يعني قبل انطلاقة المشروع يجب أن يكون لنا رؤية للإنجازات التي نتوقع تحقيقها من هذا المشروع، والنطاق على مدى أي مدى جغرافي يكون، أو لمدى أي خط من الإنتاج أو العملية التصنيعية يكون هذا
المشروع، وبالطبع يتم تحديد أهم مراحل المشروع والتأكيد على تاريخ البداية وتاريخ النهاية لكل خطوة، وهنا يتم العمل بإدارة الوقت بعناية، وسنحدد نماذج لإدارة الوقت وأساليب إن شاء الله في فيديوهاتنا إن شاء الله. بالنسبة للمخاطر، ما هي المخاطر التي ممكن أن تؤثر على المشروع؟ يجب أن نحتسب أثرها واحتماليتها، وينتج عن ذلك تقييم المخاطر كعالية، متوسطة أو منخفضة. ما هي الإكراهات، المعوقات التي قد تكون أو تواجه المشروع؟ الاعتمادات الخارجية، يعني هذا المشروع اللي يحتاج منا اعتمادات، تصاريح من جهات خارجية يجب توفيره، يجب أن نحددها هنا حتى نهتم بها ويقوم بها أعضاء الفريق. استراتيجية التواصل، هنا يجب تحديد منهجية التواصل سواء داخليا ضمن أعداد الفريق، أعضاء الفريق، أو أعضاء الفريق مع أصحاب المصلحة، أو مع الجهات الأخرى بالمؤسسة، أو يكون هناك منهجية للتواصل مع الجهات الخارجية، تواصل خارجي، كيف سنتواصل، هل من طريق الاجتماعات، هل من طريق الهاتف، البريد، يجب تحديد ذلك بالتفصيل هنا حتى لا يتم الخروج عما قد يكون متفق عليه. بعد ذلك يجب أن تكون اعتمادات من قبل راعي المشروع، من الجهة التي تكلفت بالمشروع ومدير المشروع بالطبع، وأي ملاحظات قد تظهر أو تستوضح بعد قراءة كل ما جاء عليها، وقبل التوقيع عليها يجب أن يتم ذكرها هنا في هذه الخانة. هذا نموذج لميثاق مشروع، وإن شاء الله سنقدم نماذج كثيرة لتستعمل في هذه الأعمال التخطيط الاستراتيجي. وهكذا نكون قد وصلنا لنهاية هذا الفيديو، على أن ننطلق في مراحل التخطيط الاستراتيجي في الفيديو القادم، انطلاقا من الرؤية والرسالة والقيم. ومن هنا إلى هناك نستودعكم الله، ودمتم بخير وسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.